عبد العزيز. أجل كيف الرجل والنبي الذي ببركة الأدب معه وببركة الولاء لآل بيته وحب صحابته، أجل كيف شأنه عند الله؟ ذكره بعض أهل العلم، وهو أن كانت أحد بنات سيدنا علي، ليست من سيدة فاطمة، أحد بنات سيدنا علي كانت تترضى عنه، فقيل لها لماذا تترضي عن عمر بن عبد العزيز؟ قالت والله حينما كان واليا في المدينة فذهبت إليه لأمر في حاجتي فأدخلني بيته وأخرج حراسه ثم قضى لي أمره، وقال والله لأن أحب آل بيت رسول الله أحب إلي من أن أحب قرابتي، ولا إن أخدمهم أحب إلي من أخدم خاصتي. وذكر كلام عجيب أطرب السيدة فاطمة، أو أطرب أحد، قيل أن اسمها فاطمة وهي أحد بنات سيدنا علي، فأصبحت تترضى عنه. فهذا عمر بن عبد العزيز، هذا الإمام العظيم الذي حفر اسمه في قلوب كل العاشقين وفي صدور التاريخ، لأنه كان إماما عظيما، أحب آل البيت، أحب الصحابة، ولم يخسر أحد، وقدم الحب والولاء للجميع. كيف ربنا ما يظهر هذا الاسم ويظهر شرف هذا الخليفة، حتى إن كان في المختار من كلام الأخيار له كلام عجيب، وإن كان في القصص له قصص ونوادر، وإن كان في قيام الليل والتضرع والثبات على دين الله له تلك القصص العظيمة، ذكر في جميع كتب الطبقات وفي كتب التاريخ إمام عمر بن عبد العزيز. فلذلك ألبسه الله لباس العزة ولباس الكرامة، لأنه قدم الأدب مع النبي، ولأنه أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته، ولم يفرق ولم يخسر